قادة الجماعة الإسلامية في مصر يتجمعون من كل حدب وصوب للمشاركة في تشييع جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن أحد رموز الجماعة، والذي وافته المنية في أحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك خلال تنفيذه حكما بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتورط في هجمات إرهابية شهدتها نيويورك في العام 1993. الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس إبان حرب العام 1956، ورغم سنه الكبير التي قاربت على 100 عام، حرص على مرافقة جثمان الشيخ عبد الرحمن حتى مثواه الأخير. لم ينس وداع من وصفه برفيق الجهاد بكلمات بسيطة. أنصار رجل الدين المتشدد ورفقاؤه في حركة الجهاد الإسلامي صبوا جام غضبهم على أمريكا التي رفضت طلبات عديدة من أسرة الشيخ الضرير بالإفراج عنه لكبر سنه وإصابته بالعديد من الأمراض المزمنة، لكنهم أكدوا في ذات الوقت أن عزيمته لم تلن أمام جلاديه على اختلافهم سواء في داخل مصر أو خارجها. من الأمور العجيبة أن القضاء المصري يبرئه أكثر من مرتين أو 3 مرات، وفي نفس الوقت تحبسه أمريكا، يعني وتظل بقضايا ملفقة. الغريب أنه بقضايا ملفقة ليس لها أساس من الصحة. ولا عزاء للحريات، ولا عزاء لدولة الديمقراطيات، الدولة التي صنعت للحرية تمثالا، لا عزاء لهم. الدكتور عمر عبد الرحمن لم يكن إرهابيا في يوم من الأيام، بل كان عالما أزهريا فاضلا، فكان أستاذاً للتفسير في كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، وصدع بكلمة الحق منذ تخرجه من الكلية إلى أن لقي ربه. عرف عمر عبد الرحمن بأنه الزعيم الروحي لجماعة الجهاد المصرية التي حملت السلاح ضد الحكومة خلال 90ات القرن الماضي، وحكم في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981، لكن تم تبرئته ليبقى رهن الاعتقال حتى أفرج عنه في أكتوبر تشرين الثاني من العام 1984، وسافر إلى الولايات المتحدة في العام 1993 ليقيم في ولاية نيوجيرسي، واعتقل هناك بتهمة التورط في تفجير مركز التجارة العالمي بنيويورك، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة حتى وافته المنية. بعد نحو 24 عاما قضاها داخل السجون الأمريكية، يعود الشيخ عمر عبد الرحمن إلى مسقط رأسه بقرية الجمالية دلتا مصر، لكنه يعود هذه المرة داخل صندوق ليوارى الثرى داخل مقابر أسرته بناء على وصيته. عطية نبيل، BBC، قرية الجمالية بمحافظة الدقهلية دلتا مصر.